ما انا عايش كاشف. يومي كله بعمل حاجه ما بحبهاش. ده انا عمري ما طلعت في حته على طبيعتي زي النهارده. طب وشفتي بقى وكانت بتروح بتلاقي ان انا عملت اكل وكانت بتتبسط جدا جدا. طب نروح مشوار ونرجع؟ لا ليه؟ انا اسمي سيف الله بس الناس بتقول لي دوبي. واحد بايخ كده ايام مدرسه طلعها عليا ولزقت فيا بس ما همنيش. ما علينا، الطبخ بقى باشن حياتي. اتعلمته من ابويا الله يرحمه، اتعلمت منه ازاي اتبل وازاي اشوي، اتعلمت منه حاجات كتير يعني. وقررت ان انا اكمل المسيره وبيتي دايما مفتوح لاصحابي ييجوا ياكلوا وندردش مع بعض. النهارده بقى هوريكم حاجه جديده، ما تيجي نشوف. انا كنت راجل كوربت لمده 11 سنه. جيت في يوم وقلت والله انا ولا بقيت اترقى ولا مرتبي بقى يزيد بقاله كام سنه، وكل مدير يجي يقول لي استنى السنه الجايه استنى السنه الجايه، فحسيت ان في حاجه غلط واللي مش متقدر في الشركه دي. استقلت. بقالي كتير انا قوي ما اتمرنتش جوه السنه، لسه ما اتمرنتش واستنى بقالي كتير بره الملاعب. هتشوف صحه هتشوف صحه يا عم بقى بس بقى. Smoke up, that's in the blimp. Free up the guys and dip out the ends. Jump in the ride and burn out the rims. Don't stop, don't crutch the way I'm at. ودي كانت بداية جديدة خلتني أراجع نفسي وقيمتي، اللي هي السلف وورث يعني. القيمة دي بقت بتيجي منين؟ من السوشيال ميديا ولا من حب الناس ولا من الشغل؟ هو ده اللي هنحكي فيه النهاردة وإحنا بناكل في بيتي الجديد هنا في بادية. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ اهلا 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 مواعيدك يا جميله جدا. ازي حضرتك؟ هو في حد وصل؟ طبعا تيكو غاده شينا. ايوه بتيجوا بدري ليه يا جماعه؟ احنا جينا قابلك من بدري وكلنا كتير. انا عرفت دلوقتي ان انت جاي وبنحلي. الله اتفضل حبيبي. شاهين وغادة، انتوا عارفين ان صاحب الفكرة البرنامج كان تامر؟ عاوز بالله من قولي تامر. يعني بجد تامر جه، كنت بطبخ في رمضان فقلت اجرب، كنت عايز بقى طبخات جديدة وبتعلم بقى من يوتيوب وبتاع. تامر ساكن قبل ما تبدا تنزل على انستغرام، قبل ما ابتدي اشتغل انزل اي حاجة بقى مكلم تامر. تامر تيجي تفطر معايا في رمضان؟ اجي يوم جاي ولاقي الاكل. قولي في مرة مرات قال لي طب بدل ما انت كل شوية تعزم تعزم والله برافو عليك. طب ما تصور طيب الكلام. واللي عجبني مش الاكل حلو جدا، الطريقة اللي هو بيعمل بيها الأكل، يعني في شو شغال. النهارده بقى انا هطبخ حاجة انا بجد بحبها، ليها كذا اسم. تندرلوين، عرق فليتو، فيليه، المهم الطعم مش الاسم. هنجيب العرق وننضفه ونتبله بحبة ملح وفلفل ونحطه في كيس فاكيوم كده ونسيبه مع التتبيلة شوية. بعد كده نجيب الطاسة بتاعتنا ونسيبها تسخن قوي 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 مع نقطتين زيت وحبة زبدة، ننزل عليها باللحمة ويا سلام لما تسمع كلمة مع فصين توم وحبة روزماري، ونسيبها كده تاخد وش في 5 دقايق في الوش اللي بعديه ونطلعها ونسيبها ترتاح. ليديز فيرست. انت حبيبي. يلا يا ابني انت وهو. انا لوحدي على فكرة. تامر وغادة، هاي ازيكم؟ هاي ازيك انت؟ هاي ازيكم عاملين؟ احكوا لنا كده، انتوا تعرفوا دوبي بقالكم قد ايه؟ انا من 6 سنين تقريبا. انا تقريبا برضه مع بعض اظن. امتى عرفت دوبي اول مره؟ امتى؟ دايما الموضوع مرتبط عندي معاه بالجونه ومرتبط بالسهر والهلس والفسح والضحك وبالاكل. وبعدين بقى لغايه بقى ما دوبي ده ابتدى يعزمني بقى ويدوقني فشوفه بمنظور مختلف، لان انا اللي بياكلني بيكسر عيني الحقيقه يعني. طب غاده، انت تعرفتي على دوبي امتى؟ انا بعرف دوبي برضو الفتره دي، بس انا بعرفه قبل الجونه يعني من صحاب مشتركين بينا نفس الصحاب. بعدين كريم اخو دوبي صاحبنا جدا جدا جدا، انا ودوبي وكريم احنا الثلاثه برج السرطان، فاحنا الثلاثه في بينا هارموني فظيع، ولما دقت اكله بقول لكم حبيته اكتر واكتر. يلا حلو قوي. طب معلقه عسل. السلطه بقى مفيش اسهل من كده، حبه بيبي جرينز عليهم حبه جو تشيز على حبه رمان وعين جمل ورشه ملح وفلفل. يا سلام. مش عايز تحط ليمون هنا؟ لا، عشان احنا حاملين اكتر ده هيبقى فيه ملح ودي. الليمون يوجوالي لما حاجه بتحط ليمون بتحطه عشان ريبليس الملح.
اوكي عشان انا حاطط خلاص ملح بالظبط. فانت حاطط ملح وفلفل اولادي وده هيبقى فيها ملح. لا انا ما بحبش الملح، انا احب الملح زي عينيا. امبو امبو معاك امبو لو عندك امبو حط لهم عندك امبو. شاهين رحلتك مع الاكل والطبيخ ايه بقى؟ يعني انا من اول ما كنت باخد يعني اجازه بتاعت اخر السنه وانا في المدرسه وامي وابويا بيخلص بيسيبوا البيت ويروحوا الشغل انا بدخل المطبخ على طول. فقعدت طبعا كتير قوي اعك واحرق وبوظ وكده لغايه لما يعني بقيت اقف قدام مامتي الله يرحمها وهي بتعمل الاكل ففهمت بقى كتير وبقيت بعمل انا الاكل. وكانت بتروح بتلاقي ان انا عملت اكل وكانت بتنبسط جدا جدا. طب نروح مشوار ونرجع؟ لا ليه لا ليه ليه؟ قربنا. انا جاي اشوف. روح روح انا خلاص انا خلاص حي انا جاي وروح. احنا جايين بنفسنا خلي بالك بقى عشان انا هاجي اشرف. هات انا ودي. يا سلام والله بجد. لو انت معاها بقى الجلطه هجيب بقى اللحمه واجي لكم. يلا مستنيين. انا هعمل لك حته هعمل لك حته. جاي حالا يا استاذ تامر حالا. واو على السلطه. انا كنت بس عايز اعمل حاجه عشان انا بعمل حاجه عكايه كده في المطبخ. السلطه مش حاجه. يا جماعه يلا هنشبع. حالا. لا انت خليهم اللي ورا برضو انت احسن دي من دول دي. انا بقى عايز ميديم بقى اللي هي ايه. اتفضل يا باشا دي ميديم. ممكن اقلع ده انا صح؟ قبل ما نبتدي في حد يشرب حاجه؟ انا عايز سباركلينج ووتر. يا سلام. انت تؤمر يا عندنا في البيت هي بتتكلم هنا بالتليفون كل حاجه هنا يا باشا كل حاجه جنبك. بجد عايز احكي لكم القصه. انا كنت شغال في شركه مالتي ناشونال كبيره قوي قعدت فيها 11 سنه 12 سنه ناس بقى اتراك واجانب وفرنساويين ومش عارف ايه لحد ما جالي واحد مصري قلت بقى بس مصري جالي وبتاع وهيفهم طوق النجا ابن بلدي و... طوق النجا فقلت له بس انا بقى كان في واحد قبليك ما رقنيش خالص في ترقيه متاخره قال لي بس عايز ترقى نبتدي اكن بكره اول يوم ليك شغل وانا اوعدك سنه ورقيك. قلت له لو بقى نبتدي صفحه جديده ابتدي صفحه جديده بقى بدل ما انت نسيت ان انا بدي الشركه دي 11 سنه ياي. فقررت ان انا اعلي من قيمتي قدامي. حبيت ابتدي بالقصه دي عشان في قرارات حاسمه في حياتنا بتودينا لبدايات جديده ويمكن تكون دي اول حاجه جت على بالي في الاول واحنا قاعدين مع بعض ايه البدايات الجديده اللي عندهم. اكشلي عندي حاجتين واحده وان ان انا خدت قرار ان انا اشفت كارير اغير مهنتي ان انا خريج كليه تجاره قعدت اشتغل محاسب 3 سنين بحب شغلتي ابدا ابدا بحب السينما جدا عارف اللي هو اهلك يقول لك في الاول ابويا الله يرحمه بقى خد تجاره شهادتك الاول فدخلت كليه تجاره بهيم وخلصت الكليه واشتغلت محاسب بهيم وفجاه انا عايش يومي كله بعمل حاجه ما بحبهاش. خدت قرار واحد صاحبي كان بيشتغل شغله جنب معهد السينما قلت له تروح دلوقتي المعهد تسال اخر سن امتى وكان اخر يوم واخر ابلكيشن واخر سن المدير قلت له كان المعهد وقتها بيعمل حاجه اسمها ورك شوب يقعد 15 يوم يمتحنك وفي الاخر يا ياخدك ما ياخدكش. رحت لمديري قلت له بص انا يا اما واخد اجازه 15 يوم يا اما استقاله ودي كانت اخر مره اروح المصنع اللي كنت بشتغل فيه ده. الحكايه الثانيه بقى كونسيرنينج بقى شبه اللي انت بتقوله ده جدا برودكشن كومباني كبيره جدا ومحترمه جدا وبتاع وما اعرفش ايه وانا كاتب سكريبت خلاص الشخصيات بتاعتي انا يعني انا مش ما هوش تاليف يعني تاليف. وفجاه لقيت بند في العقد انه لو هم عايزين يعملوا سيزون 2 من المسلسل ده او عايزين يستخدموا الشخصيات دي في اي حاجه تانية يعملوا كده من غير ما يرجعوا لي طلعت لهم ملط دول بلط افكارك. سنه ونص يا مؤمن سنه ونص لغايه ما في الاخر الحمد لله نفذوا اللي انا عايزه يعني بس هو المسلسل وقف خلاص. anyways يس فضلت ورا اللي انا عايز اعمله يعني ده قصدي. بس مستر شاهين ايوه قبل ما تعمل حاجه زي الهاتشوت 7 وقبل ما تعمل حاجه باللي هو بطوله وانت مين كنت بتستمد حب او الايجو مش لازم عشان يكون ايجو ثقتك في نفسك سيلف كده من ايه؟ هل بقى فولورز الناس في الشارع الناس في الشارع وكمان اكيد برضو رد الفعل على السوشيال ميديا يعني على لو منزل فيديو ولا صوره من المسلسل او حاجه اللي انا عاملها وبقرا الكومنتات لاقيها يعني حاجات فيها حاجات حلوه وتفرح يعني والناس في الشارع لما بقابل ناس في الشارع وبيقولوا لي يعني مش بس ان هم يجوا يتصوروا معايا اللي هو بس عشان لقوا سيليبرتي لا انت مش عارف ايه والسنه دي وعملت كذا وتفاصيل ومش عارف ايه انا بفرح جدا جدا جدا. طب بما انت قلت لي بقى على موضوع الكومنتس هنقله على غيره لو قريتي كومنت عليكي وحش اوحش انك تقري كومنت من ناقد ولا من فان ولا من حد من بيتك؟ والله انا ابني قالها لي
ليه عملت الدور ده؟ ليه؟ يقولوا عشان مصاريفك عشان تعرف تعيش عشان تتخرج عشان تاكل وتشرب وتدخل وتتعلم وعندي الاسباب اللي انا يعني بعمل كده ساعات حتى مجاملات لزملاء او لمخرج او كده او ساعات علشان ظروف الحياه كلنا وكلنا متطلبه ودي نمبر 1 على فكره فاكر ان ده هيطلع حلو انا ببرر لنفسي اللي هو بقى وعشان المجامله عشان كده وكده بس النقد طبعا بيوجعني وبقالي شوية كده يعني ايه اوحش نقد قريتيه شهرين كده واخد انا في حاجة هنا انا بقى باصص لي بقى ما انا ما اعرفش اقول حاجة بقالي قد ايه يا ست شهرين انا قبل ما هو يقول اللي هو قلت لا يعني خلاص انا مش ناوية تاني اعمل اي حاجة مش راضي لاي سبب بما ان السوشيال ميديا عاملة قلبان فالسوشيال ميديا بقت تدي حق للفان انه يقول بيزد على انه هو عايز يقوله مش نقد بناء او هو مجرد ايه ده انت حد معروف مش مهم بقى ممثل كاتب مغني انا بحس انا حاسبك لمجرد الاكل بالظبط انا بحس ان هو مستمتع انه شتمك يا حبيبي انا عندي اصحابي يقول لي مش عارف دخلنا مش عارف مين وقلنا له كذا اقول لهم طب ليه على مستني كده بس ردت عليا بس مش عارف ايه يبسطه. ايوه بالظبط هي بقى عشان كده اوعى تبقى تقريبا بالظبط والله العظيم والله. ايوه لان هو بيبقى فرح ده رد عليا اثبات الوجود انا نازل صوره عاديه ليه اتشتم وشاهين بيسمعني وتيكو بيرد عليا ومش وبتعرف على ناس عشان بشتم ما دول الحاجات دي بتخلي الناس تتعرف اكتر انا بطلت اقرا كومنتس خالص وبحاول انا السؤال اللي بعديه لازم حد يرد فمش ممكن يبقاش كومنت اونلاين ايه كومنت اللي كان كيوت او حلو من حد فان بجد فضل معلق في دماغك او كسفك او اتبسطتي او اللي هو ايه ده قال لي كذا للميزان لغايه دلوقتي ناس وحياة ربنا لغايه دلوقتي يقول لي انت ازاي كنت محاميك انت احنا صدقنا انك محامي ايوه بالظبط انت بجد مش عاملينش نوعيه الحاجات الباشا تلميذ كنت بقعد انا زمان من 6 سنين بقعد اقول لغايه غدا ممكن تعمل المشهد اللي هو انا اتغيرت علشانك بجد ده اللي كنت اتكلم ايوه السباركينج ووتر بجد سهر كده طلبت اي حاجه من روحك طبعاً حضرتك كده هرجع لك انت عشان نفس السؤال انت مش مين اكبر فان ليكي ولادي طبعا نمبر 1 ولادي كلهم يعني كلهم بجد حتى يعني ماريو؟ انا بحس ان ماريو على طول هو اللي بيوقف على طول انا مش عاجبني ده اكتر واحد ناقد ومتابع الواقعه دي مجننه ايوه لا 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 اكتر واحد بجد يعني في الحته دي في الشغل بتاعي هو بودي ويوما في العالم بتاع السوشيال ميديا وانت يا مامي ما بتعملي يعني دايما في دايما دول انا عارف الحته دي ان انا ماليش خالص في الحته دي ولا احب اروح حفلات ولا يعني ولا اطلع على الانستغرام اعمل حاجات وهو في شغلي ان اقبل اي حاجه ما مش حاجه مقام يعني هو هم دول اكتر هي دي عجبني قوي ان غاده اتكلمت من قلبها في موضوع المقام ده فقلت اتجرأ شويه واسال حد تاني ايه رايه في الموضوع ده طب عادي سؤال ليك يا شاهين امتى حسيت انه لا ده مش مقامي انا ليه عملت كده في نفسي ده مش مقامي ده مش انا ليه اتعامل كده انا ليه ما اعرفش ايه الشغل اكيد حصل وضربت نفسي بالجزمه عملت اعمال ندمت عليها طبعا ندمت عليها لدرجه هو لا مش مقامي وانا طبعا في قعدت فتره كده اعمل حاجات غريبه غريبه ما بقاش كداب يعني وعملتها عشان مستني الفرصه الصح عشان اكل عيش ولا عشان فلوس عشان فلوس ساعات وساعات الفرصه عشان انا عندي صح والفرصه الصح ساعات ما بتبقاش فعلا جت لا وفي ساعات يا جماعه بجد انا شفتها عند ممثلين كتير فكر ان هو عايز ينزل يمثل عايز يبقى متواجد دي حاجه ثانيه لا دي حاجه ثانيه خالص بقى وعايز يمثل دي حاجه ثانيه طبعا كبار ممكن يقبل حاجه عشان هو عايز ينزل يعني انا لو قعدت مثلا 3 4 شهور كده ما بشتغلش بقى بهرس امتى حسيت انه لا 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 مش طلعتي ولا ناسي ولا مقامي سواء شغل حياه اهل صداقه اي حاجه في مسلسل مش هقول اسمه اللي هو ايه بتذكر اسمه كده ها مش هقول اسمه كتبته عرس كتبته اتعمل انا اتعمل والظروف اللي اتعمل فيها كانت بايخه جدا وانا كنت متفق ان مخرج معين اللي هيعمله واتغير المخرج وكان في بدايه الكورونا جدا فكان في حاجات حتى على مستوى انا مش عارفه لسه على مستوى التنفيذ المفروض كنا ننسى جزء مثلا نسافر نصوره في فرنسا فصورناه في دريم لاند يعني مش الدرجات دي يا ربنا والمصحف حصل كده فبقى مش هو فده حسيت انه لا مش مقامي والحمد لله الحمد لله الناس بتنساه دايما يعني يفتكروا شغلي كله وينسوه كتر الف خير ربنا انا مثلا من الافلام اللي انا بحبها بجد سينما التعبان
كان نفسي ابقى اي دور يعني حتى بتاع كنتاكي اللي موجود سلم وتعبان من كتر ما بتحبه من كتر ما بحبه بحب هاري سلامه وبحب احمد حلمي واحمد حلمي كل افهاته كانت بتضحك بحب طريقه المساني اللي هو لو هياخدني الوقت لورا انا اتمنى اطلع بعدي من كده انا لساعات يحصل لي مثلا ان انا يحصل مثلا الاكتر حاجه اللي بتحصل لي في حاجه تكون اتعملت لما اكون مترشحه في الحاجه دي وما عملتهاش وبعدين اشوفها اقول يا ريتني كنت عملت ده بيحصل لي يعني يعني بيبقى وبيبقى فعلا الاسباب مش دايما اكون انا رفضت يا ريتني ممكن حد يغير لك رايك يا وانت مقتنعه بورق مقتنعه بالفيلم بعد كده قابلت تيكو بالليل من القعدات اللي احنا بنقعدها فقلت لتيكو تيكو اسكت ده مجالي كذا كذا لا لو كذا حد بثق فيه زي تيكو هيقول لي فعلا من قلبه وقالك لا هتخافي هتغير رايك لو هيقول لي ان ده ما فيهوش صالح ليكي او خير ليكي او مش كويس ليكي طبعا مش هعمله قول لي ثلاث حاجات اتعلمتهم من مامتك الله يرحمها الله يرحمها وانا عارف هي بالنسبه لك والله إيه؟ العظيم شاهين شاهين علمني اكتر من مامتي بكتير طبعا حياه ربنا انت قصدك في الاكل يعني بالاكل مش في الاكل الشغل اللي هي اديتك حته اللي هو انا كذا بعمل كذا اتعلمت من امي كذا فانا مش هعمل كذا امي طول عمرها شخصيه عندها كرامه جدا ما بتطنش الحاجه ما بتكبرش دماغها بتقف في وش المدفع مش من النوع اللي هو الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح وللاسف انا وارث الموضوع ده منها جدا يعني انا مش هقبل ام بينج ماي سيلف الحاجه اللي مش عاجباني هقول انها مش عاجباني وتولع الدنيا وافضل افايت عشانها واعمل اللي انا عايزه مرحبك يا مامي ربنا انا بقيت كده بقيت طيب انا هسالك سؤال بعد كده هقوم اجيب الحل الحلو بقى عشان جوعنا خد بقى دول معاك كده عشان جوعنا لسه في سؤال ازاي جوعنا خلاص انا نفسي الحاجه حلوه ماشي طيب لو ما كنتش طلعت ممثل كنت هتطلع ايه رائد فضاء انا غلطان اصلا انا سالت سؤال زي ده لا مش رايد فضاء ما تقولي عليه لا ما تقول لا ما كنتش ممثل انت هتطلع شيف طبعا اكيد يعني طبعا لا والله اكيد انت عارف انا اعرف شيء منين منين من اخوه من مطبخ لا من اخوه من خالد زمان كنت أيوه من خالد لا زمان كنت في اولى جامعه خلصت جامعه اولى جامعه وابويا قال لي انت لما حاجتك رايح فين الله يرحمه بقى قلت له رايح الساحل بقى وعجمي وكده كانت ساعتها عجمي فقال لي لا انا شايف بقى انا لازم نبني سي في قال لي ان انت في فتره الصيف تشتغل شهر او شهرين برافو عليه والله عشان لما تيجي تخلص تعرف تشتغل يبقى عندك اكسبيرينس 4 سنين قلت له طيب اوكي فاشتغلت في شركه تليفونات يعني شركه اتصالات واخوه كنت انا تريني اللي هو يعني كنت اصلا شغلتي في الستور ان كانت المكنه بتاعت الارقام بايظه فكنت انا واقف معايا ارقام عشان لما حد يخش بدي لكم كان اول يوم بتاعت الكيو كان اول يوم ليا قالوا لي انت هتقف هنا المكنه بايظه فانت هتاخد الشغل مبروك انا اخوك هو اللي قال انت بتعمل ايه قلت له انا قالوا لي اقف هنا اعمل كذا 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 قالت كده مش هتعلم حاجه تعالى معايا سيب ده للسكيورتي هو عادي ماله فتره مساك انا مش فاهم اول يوم كان انت بقيت مكنه طب اقول لك على حاجه طب اقول لك على حاجه انا عمري ما قلتها في حياتي انا اول ما اشتغلت في حياتي اشتغلت في مكتب تليفونات اللي هو حد مثلا عايز يكلم الكويت انا قاعده على المكتب اتفضل هنا مثلا كان عندك كام سنه 19 اول مره خالص يعني كنت في سنه ثانيه في معهد سينما وساندرا نشأ كانت بتعمل فيلم اسمه مبروك وبلبل ونزلت اشتغلت معاها كلاك اشتغلت كلاكيت Squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. When I pull up in my ride. أنا هدخل النهاردة ولا إيه؟ لا لا. الديزرت دي أكلة شعبية. برازيلي. عبارة عن باينابل. اللي هو الأناناس. الأناناس. وأنا أقول. بعد قعدة حلوة وأكل أحلى، حبيت كده استرجع مع أصحابي. هي بدايتهم الفنية كانت عاملة إزاي؟ انت هتبتدي الاول اوكي اول اجر اخدته في السينما كان 750 جنيه سينما في ايه في حريم كريم بجد بس قبل ما يخلف قبل ما كريم يخلف طبعا اولاني اكيد طبعا ما حفظ كل حاجه مبسوط مبسوط جدا بيهم وحياه ربنا بس برضه كانوا بيعملوا 750 جنيه وقت خدك رقم انا بعيد عنك مش كبير على فكره ما كانش كبير يعني كان رقم صغير بس يعني كنت فرحان قوي بيه واول مصروف كان ربع جنيه باين ربع جنيه اول مصروف طيب مني بشويه لا انا كان جنيه وبيجيب لي اهلك بقى كانوا اغنياء لا انت كان ربع جنيه قبلها ب5 سنين انا بقى اكبر منكم كلكم خلاص تقولش كده فانا كنت باخد مجموعه في المدرسه كان المجموعه دي بجنيه
فالمهم ايه، سرقت فلوس المجموعه مره، سرقت جنيه خلاص، وايه ما بقاش اروح المجموعه بقى اربع اسابيع، وما بصحى بدري اروح العب في البلاي جراوند وبتاع، ما اعرفش ما اروحش المجموعه. عرفوا ان انا، امي عرفت ان انا سرقت فلوس من غير، من كتر ما الفلوس جريت في ايدي. يعني الجنيه ده بقى كنت بنزل بقى. بنزل بقى اجيب ميكي وسامير وبتاع ومش كتير كمان، يعني حتى بفلوسك ما تجيبش حاجه تاكلها. واتقفشت متخلف والله العظيم، متعاقبت وخد حاجه تقرف. يا لهوي، انت اول اجر، اول اجر مضيت فيلم ما اتعملش خالص. وانت كلاك، وانا كلاك، ما انت قلت لي اول سنه في الجامعه كنت بتبقى كلاك. والله ما فاكر، احلى حاجه بقى ايه، وقتها كان الراجل إيه، كان معانا مدير انتاج كده الله يرحمه بقى، فايه وانا كنت كلاك وابن ناس يعني، وكان ابويا الله يرحمه لسه ميت، وانا كان عندي عربيه، وابويا كانت عربيته ورثتها، فكان عندي عربيتين لسه ما بعتش عربيتي انا، وكنت مسلف عربيتي لواحد صاحبي شغال معانا في البتاع بيجي ويروح فيها البتاع. فروحت وقلت للكلاك، كان جايبين لي كلاك حقير جدا ومش مظبوط على بعضه والخشب بتاعه، قلت له لو سمحت انا سالت عن الكلاك، قالوا لي انه مش عارف ب 25 جنيه، فانا عايز كلاك ب 25 جنيه. فراجل مدير الانتاج راح لمساعد المخرج قال له الحق الكلاك بتاعك بيعمل عليها شغل، الكلاك ب 20 وهو ب 25 جنيه، كنا بنصور فوق سطوح عماره كده. فالمساعد قال له ايه، تعالى كده بص، انت شفت عربياته؟ عربياته ايوه، كانوا عربيتين هوندا وراكين ورا بعض بقى، قالوا شايف العربيتين اللي تحت دول عربيات الكلاك، دول عربيات الكلاك اللي بيسرق منك خمسة عليك. مش فاكر كنت باخد اكل على الكلاك ولا لا، مش فاكر. استاذه لا، انا فاكره في صعيدي في الجامعه الامريكيه اول فيلم يعني عملته، يعني كان عملوا لي اجر 500 جنيه بس انا ما خدتوش، انا كنت مش عايزه فلوس، انا كنت مبسوطه ان انت عايزه تشتغلي. وعملت انت عامل ايه؟ بس انت هقول لك على حاجه، انت ابتديتي تركزي من بعد ملاك اسكندريه. مش حاجه مختلفه ولا بعد ملاك؟ بعد ملاك، بعد ملاك صح. انت اول مره في حياتك عملتني مكالمه تليفون في حياتك كان في ملاك اسكندريه. ايوه ده حقيقي على طول. وهم بقى في البرامج في المدير بيقفلوا معايا في اخر اخباريه، الوقت عدى بسرعه، الروح الحلوه بتبان في المشاهد، الحلو بيعدي. لا لا بجد احب اشكركم بجد بجد بجد، ميرسي انت اللي جدا، والاكل حلو جدا، وهاتنا كل يوم ناكل، ما بنقولش انا ما عنديش، نيجي كل الحلقات الجايه يعني. شفت فكرتك اتنفذت بعد قد ايه؟ بس اتنفذت الحمد لله. فثانك يو، يا رب الحلقه الجايه تبقى بكره. مبروك مبروك، ده عادي. انا احب انهي الحلقه، شكرا. انا ما اللي بيحصل ده؟ احنا لازم نمشي، احنا لازم نمشي الى اللقاء. شكرا 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 شكرا. كإعلامية برضه، كإعلامية طبعا، عملتي برنامجين، برنامجين كإعلامية غدا عادل طبعا. ثانك يو سو ماتش، شكرا. ثانك يو ثانك يو. باي باي. اليكسا لايتس اوف.